لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الخميس 7 فبراير، والنهاردة القمر موجود في برج الحوت. عندنا كمان المريخ وأورانوس الاثنين في الحمل، وعندنا المشتري في القوس، وفينوس وزحل وبلوتو الثلاثة في الجدي، وعطارد والشمس في الدلو، ونبتون في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم القمر موجود في المنزل ال 12، وده يعني بيخليني اقول لمواليد الحمل حاولوا تكونوا متحفزين النهاردة. مطلوب منكم ان انتوا تعملوا في صمت وتتجنبوا الجدال والثرثرة والزهو بنفسكم. مهم كمان ان انتوا تهتموا بصحتكم وان انتوا تنظموا جهودكم. نروح بعد كده لبرج الثور. مواليد الثور النهاردة عندهم القمر في وضع داعم في منزل الاصدقاء، وده بيخلي مواليد الثور عندهم فرصة ان يكون في صداقات ولقاءات جديدة مع يعني يقدروا يعملوا صداقات جديدة ولقاءات موفقة. كمان في الشغل يقدروا ان هم يعملوا تنمية لأعمالهم، ولو عندهم مشاريع خاصة كمان هيكون عندهم قدرة على تنمية مشاريعهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. ومواليد الجوزاء النهاردة عندهم للأسف القمر مازال معاكس معاهم، ومطلوب منهم ان هم يصبروا يومين لان لسه كمان القمر معاكس بكرة. فمطلوب بس من الجوزاء النهاردة وبكرة ان هم ما يحبطوش، واذا تعطلت الدنيا شوية ما مشيتش زي ما هم عاوزين، كمان مطلوب منهم ان هم يحاولوا ينظموا افكارهم وجهودهم عشان ما يقعوش في اخطاء تتمسك ضدهم. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، وده بيساعد مواليد السرطان ان هم يخططوا كويس ويزودوا معرفتهم ويحققوا تطور في شغلهم ويحققوا مكاسب مالية. وكمان لو بيتعاملوا مع جهات خارجية هيكون عندهم قدرة على توطيد صلاتهم بالجهات الخارجية. نروح بعد كده لبرج الأسد. ومواليد الأسد النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيديهم فرصة هايلة ان هم يزودوا مدخراتهم ويتصرفوا بحكمة في الأمور المالية. كمان عندهم يوم مناسب جدا للبيع وللشراء، ويعرفوا ان هم يكسبوا التأييد ويخططوا حلو قوي لمستقبلهم. نروح بعد كده لبرج العذراء. ومواليد العذراء النهاردة عندهم للأسف القمر مازال معاكس او في مواجهة برجهم، فمطلوب من مواليد العذراء ان هم ما يتسرعوش في ردود افعالهم وفي عصبيتهم، وكمان ما يتسرعوش في توقيع الاوراق والعقود، ويحاولوا يكونوا ملتزمين في الامور القانونية. مطلوب كمان من مواليد العذراء ان هم يستشيروا اهل الثقة والخبرة، وعموما الفلك بينصحهم بالتروي في ردود افعالهم سواء بالكلام او بالحركة حفاظا على سلامتهم. نروح بعد كده للميزان. ومواليد الميزان النهاردة عندهم القمر في منزل الصحة والعمل، وده ايجابي يعني عندهم طاقة ونشاط ويقدروا ان هم يحققوا تقدم هايل وتقدم سريع كمان. بس مهم ان هم يستفيدوا من اخطاء الماضي، يحاولوا ان هم ما يقعوش في نفس الاخطاء. نروح بعد كده لبرج العقرب. ومواليد العقرب النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، وده بيديهم طاقة عاطفية هايلة، ممكن يقضوا اوقات حلوة مع الاحباب. كمان على الصعيد المهني عندهم روح مبادرة مذهلة، وكمان هيكونوا عندهم فرصة ان هم يحققوا انجازات تخليهم يشعروا بالرضا عن شغلهم وعن انجازاتهم. نروح بعد كده للقوس. ومواليد القوس النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، ومطلوب من مواليد القوس ان هم يحاولوا يكونوا صبورين ولبقين في تعاملاتهم مع الاهل ومع القرايب، وكمان في علاقاتهم الاجتماعية. يعني يحاولوا على قد ما يقدروا ما يدخلوش في اي نقاش او جدال ممكن يؤدي لصدام. مطلوب كمان من القوس ما يسيبوش نفسهم يعيشوا بذكريات مؤلمة عشان ما يأثرش عليهم في الحاضر.
نروح بعد كده للجدي. مواليد الجدي النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، وده بيساعد مواليد الجدي ان هم يتعاملوا بلطف اجتماعيا، وكمان في العمل يعرفوا ان هم يعرضوا افكارهم بذكاء وبموضوعية، يعني هيكونوا مقنعين، ويوم مناسب لو عايزين يعملوا انترفيو. وعموما ده كله هيخليهم يحصلوا على كلمات الاعجاب بيهم ان شاء الله. نروح للدلو بعد كده. ومواليد الدلو النهاردة مازال القمر عندهم في منزل المال، والنهاردة مواليد الدلو عندهم بصيرة هايلة ممكن تساعدهم في إدارة القضايا المالية الخاصة بيهم، بس برضو مطلوب من الدلو ان هم يركزوا اكتر، علشان قد يكون تركيزهم مش رائع النهاردة، وممكن يتسبب في ان هم يقعوا في اخطاء. نروح بعد كده لبرج الحوت. ومواليد الحوت النهاردة عندهم القمر في برجهم، واقول لمواليد الحوت حاولوا يعني النهاردة تستفيدوا من الذبذبات الايجابية اللي القمر بيديها لكم، يعني القمر هيخليكوا اكثر فتنة واكثر تألقا، وعندكم حضور اكتر وثقة بالنفس اكبر. عموما النهاردة مواليد الحوت كل الصفات الحلوة دي هتساعدهم يكونوا في مقدمة الاهتمام في اي مكان بيتواجدوا فيه. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهارده.